بقية من غير زيب 5000 جنيه، وانا اجيب لك منين يا عم زغلول بقى 5000 جنيه؟ وانت عارف ان السوق نايم ومفيش اي شغل والحياة كلها خراب معانا، وحط مصحف معايا فلوس يا بيه. يا عم انت بتغزل العين يا عم. معقولة يعني انت معكش فلوس يا معلم شقلباص؟ يخلص يا معلم شقلباص، خلينا نشوف طلبي من المعلم زغلول بقى. يخلص امري لله، هشتري واملي ولا عشان انت بس وشك سمح.